في حنايا الوجع والحرب والدمار التي تعيشه اليمن ككل وتعز بشكل خاص، تجد بأن التعب هو المسيطر على الحياة التي تنتج الخوف والوجع واليأس. فعلا اليأس هو المتحكم في حركات الإنسان. لكن هناك ضوء ينبثق بين جدران هتها الدمار ويشع الأمل ويصنع من اليأس المفروض برائحة البارود الأمل برائحة شقر تعز وعبقها، وتولد الفكرة وحتى المشروع الذي يبدد غيوم اليأس ويلبسه ثوب العافية والثبات والقوة. في حكاياتنا المتنوعة على قناة عدن الفضائية وفي برنامج إرادة تخلق إنسان، سنسرد منها واقع مؤلم صنع الريادة والأمل والتفاؤل. لا أطول عليكم، نحن في برنامجنا رائدات في زمن الحرب، نعطيكم جرعة أمل وقوة وإرادة. فتعالوا معنا في حلقاتنا المتنوعة، حلقاتنا ستكون شاهدة على ما نقوله. هناك من يبحث عن الجمال والأناقة ونثرها بين الناس ويكون جزءا من تفاصيل الحياة الصعبة التي تطوع كما يريد ويجعلها نقطة نجاح وعمل. إيناس الأسودي في عالم الجمال من خلال تجربتها في ريادة الأعمال من خلال أونلاين وجدت ضالتها رغم الحرب وصعوبة العمل في هذا المجال، إلا أنها برعت رغم الوضع الاقتصادي الصعب وتغيير العملة، إنما استمرت وأصبح محلها ناموس يزخر بمقتنيات عالمية وجودة فاخرة. إيناس رغم صغر سنها إلا أنها تغلبت على الحرب بحربها على الحياة وإيجاد اسمها الخاص بمحلها المتواضع والجميل كجمالها. يكون لمكان رونق خاص، نحن نصنعه بكل تفاصيله. إيناس السويدي مالكة بوتيك ننوس. البداية كانت عبر الأونلاين في 2017. كانت فكرة نوعا ما مجازفة، بس كانت تجربة يعني حلوة وتطورت فيما بعد. بدأت أونلاين واستمرت أونلاين لين سنة نهاية 2022، بعدين تم افتتاح المحل. من أبرز المعوقات اللي تمر في بلادنا حاليا الشحن، يعني نتعب كثير في حكاية الشحن والجمارك وكيف توصل للتعز، وتعز يعني منطقة محاصرة، ففي بعض الأحيان إنه تحصل كوارث للبضاعة، في أحيان تكون خسائر مادية. كمان من أبرز المعوقات في بلادنا تلاعب سعر الصرف، ففي جهات حكومية مخصصة تمنع علينا ان احنا نبيع في العملات السعودية او الدولار، فتحتم علينا احنا البيع في اليمني، بس هذا فيما بعد يسبب لنا خسائر كبيرة وفادحة بسبب الصرف مش مستقر في بلادنا خالص.
بديت الشغل الأونلاين في 2017، في وقتها كان عمري 20 سنة، سنة أولى جامعة، تخصص انتيريور ديزاين في الجامعة اللبنانية. فيما بعد لما تميت الأونلاين قررت أنني أفتح المحل، بحكم أنني أميل جدا لمنتجات الميك اب والتسويق في حد ذاته يعني. فقررت فيما بعد أنني أفتح المحل، والحمد لله تم الافتتاح. في البداية أول ما بديت المشروع في الميك اب كنا يعني في ناس كثيرة انتقدتني أني كيف بنت تكون تاجرة وكيف بتعملوا مصاريك بتفشلي. تجاوزت هذه المرحلة، بعدين لما نجيت عند المعاملات الحكومية، ها مرة بتفتحي محل، كيف بتفعلي؟ أنت مزوجة، أنت معاك طفل، يعني وكأنه الحياة الزوجية تقيد الوحدة في كل حاجة، ما عندهمش أي حل الوسطية. فعانيت كثير في البداية، حصلت انتقادات كثيرة من بالأغلب الرجال، مستنقصين دور المرأة، إن كيف حتفتحي محل وكيف حتقدري توقفي في بو وكيف 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 كيف حتجيبي من برا. فلحد الآن كل ما يدخل رجال المحل ينصدم إن المالكة بنت، إنه أنا اللي واقفة في بو، إنه كيف أنا مشي الوضع، يكون على طول هو استغراب يعني، ما فيش نوم، عملوها حاجة خارقة إن البنت تمسك مشروع ينجح في النهاية. في العكس في الحياة الزوجية يعني معايا صراحة زوجي هو الداعم، استش أي تنمر منهم أو أي تنقص من شخصيتي إنه كيف حتفتحي، العكس الكل كان يصفق لي والكل كان داعم لين ما فتحت المحل، لحد الآن الدعم لي واصل. طبعا نشاطنا في المحل اغلب المنتجات من كريمات اساس، من لبستك، من اغراض كثيره يكون فيها تستر تجربه، بحيث ان الزبون يقرب عندنا لما ينوي يشتري ياخذ شيء مختم جديد. فهذه الخاصيه لاول مره تكون في تحس حكايه التستر، غير انه ضروري البنت لما تجي طبعا نفحص حق البشره، كانت دهنيه، كانت مختلطه، كانت جافه، بحيث انه نقرر له على اساسه شيء مناسب له. ولحد الان اللهم لك الحمد احنا 4 شهور نلاقي كل الرضا من الزباين، بالذات في هذه النقاط من كريمات اساس، انهم لهم فتره كانوا يشتروا اغراض من نهايه نكفي الزباله لانها مش مناسبه لهم او اللون مش مناسب. نحن الحمد لله حلينا هذه المشكله 90% من البنات. رسالتي الاولى والاخيره لكل امراه إنها تعتمد على نفسها، مهما واجهت من صعوبات، مهما حصلت مشاكل في البدايات تستمر، مهما حصلت انتقادات، مهما ناس حاولوا إنهم ينقصوا منك أو من سمعتك، التفت لشغلك وبس، عشان تلاقي نفسك بعدين فيما بعد في المكان اللي أنت تشتيه من البداية وحلمت فيه. بوصيكم النص طبعا معنا هنا المنتجات اللي هم انواع الغسول، انواع المقشرات، انواع المرطبات، انواع كريمات الاساس، هنا انواع العنايه في البشره، هنا باكجات وفرش مختلفه ومباخر الكترونيه، هنا الارواج والليبستيك من افضل انواع الماركات العالميه، هنا كولكشن خاص في البوتيك، هنا عدسات ذهب، عدسات نوت، عدسات ايلينز،
بحيث ان احنا نقاط بيع معتمده من خلال الشركه خصيصا. هنا منتجات عنايه من سيريوم، من واقيات شمس، من غسولات، من مثبتات ميك اب. هنا اظافر صناعيه بكل الاشكال والانواع. هنا انواع الباكيج من العطور اللي يحتوي على شاور جيل ولوشن وعطر. هنا العطور الفرنسيه، هنا مجموعه ارواج، هنا مجموعه العنايه في البشره والشعر. هنا المنتجات العنايه في الجسم للسيدات، هنا معطرات الجسم، هنا معطرات الجو. تعانق السماء وتقلب واقع متعب إلى واقع العمل والأمل والتفاؤل. عقول تنحت الصخر وتجعل من المستحيل ممكن. إرادة ناطحت الألم وأردته طريحا ولملم الجراح. ووميض نور ينساب في قصصنا اليومية التي تحاكي عن احتياج، ومن رحمه تأتي الأفكار والعمل لينزاح بعيدا عن الفاقة. ويكون النجاح حليف بطلتنا وتفتح آفاق العمل، ففي كل يوم حكاية تحاكي الإرادة التي صنعت الإنسان. في برنامجنا اليومي إرادة تخلق إنسان أبطالنا كثر، فانتظرونا في حلقة قادمة مليئة بالقوة والإرادة التي تمنحنا جميعا إرادة وقوة لخلق إرادة إنسان. وإلى الملتقى.